الداوز ليك. الداوز ليك هي عبارة عن أحد أجمل الأماكن اللي موجودة أو الليكس الموجودة على الكنار ريفر اللي حكينا عنه أكثر من مرة في فيديوهاتنا. داوز ليك منطقة جميلة ورائعة جدا للقصدرة، جميلة ورائعة جدا عشان تعمل فيها كانوينج، كانوينج وحتى الأكل غاد في داوز ليك مشهور، في عدة مطاعم غاد موجودة، ممكن تستأجر الكانو وتقعد مع أولادك وتنبسط وتغير جو. احنا هيك خلصنا ليتل إيطالي، هلأ داخلين على الداوز ليك. هيها بتكون قدامنا بالضبط هذا كارلينج افينو، اذا بدكم تعرفوا وين الفرق، والداوز ليك هيها بالضبط على شمالنا. ان شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا وانجوي يور دايز. طبعا هذا المكان اللي ممكن تقدروا تاخذوا منه استاجروا الكانوز والبوتس اسمه داوز ليك بافيلون. بورجيك شو الأماكن اللي ممكن تأكل فيها وقديش الريتس، كم الساعة، كل ما زادت ساعة بيختلف السعر. بس إذا حابين تدخلوا عليه وتشوفوا الأسعار قبل ما تروحوا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.